ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. بآيات بينات من الذكر الحكيمة انطلقت التظاهرة الثقافية التي نظمتها جمعية أميرة نصرة للقدس وتضامنا مع إخوتنا بفلسطين. نشكر الذين نظموا هذا الحفل من السيدة الرئيسة على ما قدموه على نبذة مما يحدث في المقدس، ونحن نقول لبيت المقدس جزاكم الله خيرا، سدد الله خطاكم وثبت الله عزيمتكم. أدخلنا في هذه الاحتفالية نشاط يمثل تضامننا مع بلدنا الثاني وهو بلد فلسطين. تكلمنا على القدس وتكلمنا على معاناة القدس وبينا تضامننا مع هذا البلد اللي هو اللي أنا معاه قلبا وقالبا. أناشيد دينية وعروض مسرحية هادفة نالت إعجاب العائلات وسط تأثر كبير من الحاضرين الذين تفاعلوا مع العروض، وخاصة تلك التي جسدت معاناة إخواننا بفلسطين. إحنا الفرقة تاعنا من براعم صغار من 4 سنوات لخمسة سنوات درنا عرض أزياء تضامن مع البلد العزيز فلسطين لكي تكون وقفة تضامنية، وقفة صرامة، وقفة حب ووئام على فلسطين، فلسطين اللي نحبوها من بعيد ولا عن قريب. هذه هي إذن هي مبادرة من نوع خاص جسدت تضامن الشعب الجزائري مع القضية الفلسطينية، مدعمة لمقولة الرئيس الراحل هو ريبو مدين: الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.